أم أحمد زوجة محمد إبراهيم أغا، معتقل في سجن الأبعدية من يوم فض ربعه. أو أحمد كان إنسان كويس في البيت، لما بيبقى في البيت بيساعدني طبعا، ولما أي طلبات أنا كنت مطلوبها كان بيلبها لي والحمد لله. ومع أولاده بيعيش معاهم دور الأب الشديد، ويعيش معاهم دور الأب الحنون الطيب خالص، وما بشدش عليهم في كل المواقف. محمد كان لينا الأخ والأب يعني هو اللي مربينا. احنا كنا 4 بنات، ووالدي متوفى واحنا لسه عيال صغيرين، وهو يعني اللي ربانا، هو اللي جوزني وجهزني، وكان هنا كان لينا كل حاجة. يعني لينا سنة، يعني مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى صبرنا السنة دي ازاي على فراقه. يعني السنة دي من صغرنا ما افترقناش. انا متجوزه هنا جنبه، واخده ابن عمي، يعني متجوزه ابن عمي هنا جنبه، فما كانش يفارقني خالص. وكان هو يعني هو العائل الوحيد لينا، هو اللي بيودينا، هو اللي بيوصلنا وكده. يعني انا سنه يعني يعتبر يعني انقطع كل الصله باي حد ليا في الدنيا. يعني محمد كان كل حاجه بالنسبه لنا. كذلك باستقامته، حياته الدينيه، وكل اهتمامه كان بالاسره بعيدا عن أي مشاكل. ويمكن ما عملش مشكلة حتى معانا، وكان نعمة. يعني مش هنقول عليه ابن، كنت بنعامله كأخ. ونصيحته كانت لأخواته، ونصيحته لينا كانت دايما بنحافظ على الصلاة، تلاوة القرآن. ما عملش مشكلة مع حد. أيوة. كم هو أولاده لسه صغيرين، والكبير لسه عنده 3 سنين، فكان في البداية كده بربهم ان هم ازاي يطيعوا والدهم ووالدتهم. وطبعا كان دايما لما يبقى قاعد وياهم دايما يقرأ في المصحف قدامهم كتير، علشان لما يكبروا الحمد لله يعني يعرفوا ان ده منهجهم وكده. وكان دايما لما بيبقى موجود في أسرة كان دايما ابنه الكبير ده لازم يحضر معاه، عشان يعرفوا ازاي يبقى بني آدم كويس ومحترم، شخصيته حلوة. وهو كشخصية شخصية ممتازة جدا، كان دايما يعني لما يبقى في البيت كان يساعدني في البيت، ولما يبقوا الأولاد مغلبيني أو تعبين أعصابي ولا حاجة فهو كان بهديهم. وعمره يعني كان ومع إخواته محترم جدا جدا، بعمل إخواته بنات وبعملهم بما يرضي الله، وبعملني بما يرضي الله، والحمد لله. يعني أنا حسنت الاختيار فيه، وأنا دلوقتي يعني لي الشرف بالمكان اللي هو فيه، فأنا متشرفة بيه والحمد لله. وربنا يفك أسره ويرجعه لبيته وأولاده. محمد كان بيتعامل زي القرآن ما بيقول كده بالظبط. كان مع أهله ومعانا في منتهى الأدب والأخلاق، ومع زوجته ومع كل قرايبنا وكل العيله كلها. كان هو اصلا كله عارف عنه انه انسان عنده خلق وعنده دين وعنده رحمه، وما كانش بيقطع رحمه ابدا. وكان دايما يعني يقدم الخير خاصه الفقراء في القريه. كان على قد ما يقدر حسب امكانياته كان بيساعد، وكان يهتم حتى بايتام القريه وايتام العيله عندنا. ولذلك يعني كانت الحب او حب الناس ليه كان هو الكنز اللي هو بيحصده. وبعده عنا لمده سنه تقريبا، يعني برضه مؤثر على كثير من اهل القريه وكثير من العيله. تقريبا يعني اكثر من 90%. يوم اعتقال محمد كان يوم الاربعاء 14/8، كان بايت في الليله ديت في الشغل بتاعه في مدينه السادات. كان بيخلص الشغل في مدينه السادات حوالي الساعه 7، يوصل هنا 8 ونص. وكان يوم ال 14/8 طبعا حدث كان اللي هو المشكله اللي هي فض ربعه وما الى ذلك، والاحداث اللي احنا كلنا شايفينها والاحداث اللي احنا عارفينها. كان عديله في دمنهور يعني بيقضي مصلحه خاصه بيا اني او بابني زي هما. يعني انا يعني ابن او اخو اخته كان متفوق في الكليه وعايزين يجيبوا شهاده ليه وكده وبتاع، راح الدمنهور اعتدى عليه البلطجيه.
بعيدا عن اي يعني مظاهرات او الى اخره. كان تليفون محمد مع عديله، يعني رقم تليفون محمد مع عديله، اتصلوا بمحمد عديلك او قالوا له وائل بالتحديد يعني مصاب وموجود في المستشفى، علشان محمد ما هنا ما يديناش مثلا يعني قلق وتعب وبتاع، خد طريقه ليه دمنهور هو واخ ليه زميل وصديق ليه. طبعا راحوا المستشفى، كان ضابط الشرطة اللي موجود هناك الداخلية أو جيش الله أعلم، أقنعه إن ما يسيبش مين عديله تن معاه وإن هياخده وكده وبتاع، حد حوالي بالليل أو بعد صلاة العشاء تقريبا تم القبض عليه، خدوه من المستشفى العام من دمنهور لفرق الأمن. فرق الأمن طبعا إحنا أو اللي إحنا عرفناه بيعملوا حفلة، إحنا في اعتقادنا الحفلة ديت يعني أكيد حفلة، الحفلة ديت عبارة عن أذوهم ضربوهم، زائد ان عديله كان مأذي جدا يعني البلطجيه كانوا تقريبا كان شبه موت، ومع ذلك ما فيش رحمه في فرج الامن، وراحت ملابس عديله كانت ممزقه كليه، وهو خدوه معاه وتم الاعتقال وحطوا له قضيه حرج محافظه البحيره. فضل في فرج الامن تقريبا الاربع والخميس، يوم الجمعه انا رحت علشان نشوفه ما شفتهوش، يوم السبت اترحل سجن الأبعدية. طبعا في سجن الأبعدية بمجرد ان دخلوا هناك برضه احنا كنا عرفنا يعني ايه حفل، برضه عملوا له الحفلة اللي هم بيعملوها، يعني هم اعزل ما فقدوش حاجة، والضرب طبعا والاذى اللي هم عملوه. فالحاجة التانية ان هو مريض، يعني محمد مريض، محمد عنده كهرباء زايدة، الكهرباء الزايدة دي بتسبب له تقريبا شبه صرع، يعني ممكن يبلع لسانه وممكن يكز على لسانه وممكن يموت، الا ان الاخوه اللي معاه طبعا محذروا، يعني كانوا في اول مره بيشوفوها فكروا ان محمد ده بيموت، الا انهم لم يستجيبوا في اليوم ده، منعوا عنه العلاج، رحت له انا بزياره سلك عشان نودي له علاج رفض، وكان هناك تقريبا رئيس مباحث حاجه زي كده قال لي ممنوع العلاج ده، طبعا عشان نقول له العلاج دوت سالته يعني طب قال لي هو ايه العلاج ده، فعشان نقول له علاج صرع وكده وبتاع مش هيدخل، فقلت له ده مضاد حيوي، بعد ما عرفت من بعض الاخوه اللي هناك ان المضاد الحيوي بيخش يعني، ومع ذلك رفض. حصلت له النوبه دي اكثر من مره هناك. قدمنا تظلم عن طريق المحامي ليه جلسه استئنافيه ان هو مريض وكوميسيون طبي، ولما وصل لمرحله ان هو هيعرض رفض الايه؟ اللي هو الاستئناف الطبي اللي هو كان مقدم، وما زال محمد موجود في سجن الابعديه حتى تاريخه. في خلال الفترة الأولى في سجن الأبعدية كان العدد زايد في الزنزانة، هو حتى كانوا بعدوه عن عديله وعن صديقه، هو في زنزانة وهم في زنزانة، وكانت الزنزانة دي مكتظة بالمعتقلين، هم بيسموهم مساجين لكن احنا هم معتقلين لأن هم مخدوم بدون ذنب، وكلنا على يقين من كده، وأنا متأكد إن هم برضو على يقين إن هم عارفين إن هم مظلومين، لكن طبعا كلمة لكن ديت وراها 100 خط. ففي البداية كان في تعدي عليهم، كان في منع لبعض الأطعمة اللي بتروح، وكان في منع حتى الزاد اللي هم بياخدوه من السجن، حتى ما كانش كل الكلام ده كله ما كانش متوفر، لدرجة إن أول زيارة رحنا لهم كانوا ملبسينهم البدلة الزرقاء، البدلة الزرقاء ديت بتاعت المحكوم عليهم، كان حافي، كان دقنه طويلة، يعني كان شكلهم مبهدل. طبعا احنا عندنا ثقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ان هم على حق، وان هم على حق ان هم مظلومين، ان هم ما اتخذوش لحاجه، لو هم اتخذوا لحاجه فعلا لو حرجوا المحافظه انا اول واحد هنسلمه، لان الناس ديت مش اللي هم متهمينه، ما همش اكثر وطنيه مننا، احنا بنحب مصر وبنحب بلدنا وبنحب كل حاجه، فاحنا لو انا واثق ان هو حرج المحافظه والله لنسلمه بنفسي هو وعديله، لانهم الاثنين واخدين عيالي بناتي، انا حماه وحما عديله، ولكن هم واحد رايح يجيب شهاده اخو مراته ضربوه البلطجيه، والتاني رايح علشان يجيبه من المستشفى قبض عليهم الاثنين، زاد التعدي في سجن الابعديه لمده اكثر من 10 ايام، زاد ما فيش نوم، النوم ورديات، استمر الحال دوت لمده تقريبا اكثر من شهر، يعني زياره احنا رحنا لهم بعد شهر من 14/8 لحد بعد 35 يوم تقريبا، رحنا اول زياره، اول زياره شفنا اللي احنا بنقول لك عليه ده، لابس بدله زرقاء، ما بدله زرقاء يبقى محكوم عليه،
حافي مش لابس حاجه في رجله، يبقى بعد اكيد يعني الشكل يوحي لك ان هو في ايه يا محمد اللي حصل؟ قال والله يا خالي هو ايه في البدايه كان كذا 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 كذا. طب علاجك يا ابني؟ قال ما ناخدهوش. بعد ما جينا من عنده اول زياره عرفنا عن طريق حد كان اخوه بيزوره وكده ان محمد تعبان ومحتاج علاج، ورحت له انا زياره سلك، كان تحديدا في يوم اليوم الثامن بعد العيد الكبير او قبل العيد الكبير، اليوم الثامن قبل العيد الكبير، يعني كان فاضل على العيد الكبير حوالي يومين او 3 ايام تقريبا يعني. ورحت طبعا علشان رحت الساعه 7 الصبح، دخلوني عنده بعد صلاه العصر، فضلت معاه لصلاه المغرب، المغرب اذن عليه هناك، ومنع من العلاج. بالنسبه لسيار السجن الابعديه هم عاملينها كل شهر، يعني كل 30 يوم في زياره. الزياره دي بتستغرق تقريبا بتاع 8 دقائق 9 دقائق مش اكثر يعني. اللي احنا بنصحى تقريبا نوصل هناك الساعه 7 او اكثر، ما تتعداش من 7 7 و10 يعني، ما نوصلش حتى 7 ونص، اقل من كده كمان. المفروض نكون نتعاملوا احسن يعني، المعامله هناك وحشه جدا على البوابه وعلى الشباك حتى واحنا داخلين. عشان نفتح حنكي او نتكلم زي ما هم ما بيقولوا يعني معرض للاعتقال، وحصل قدامنا اكثر من حدث يعني. اخ بيتكلم ف خدوه، كان معاه والدته، حصل هو اي سبوه لكن ايحاء للناس اللي موجوده وكده ان هو خلاص اعتقل يعني، ما ممنوع حد مننا يتكلم يعني. ونخش طبعا من البوابه برضه معامله مشيه، طريقه التفتيش برضه مش ادميه، لحد ما نوصل برضه البوابه اللي بعديها. انا اتفتشت على البوابه الاولانيه، دخلت تاني تقريبا حوالي متر او مترين، اتفتشت تاني، دخلت تاني رحت البوابه اللي هي المفروض هننتظر فيها الاخ المعتقل، برضه اتفتشت تالت، اخدت بالي ايوه ده اللي بيحصل بالظبط. زائد ان لو حتى قلت ليه ديت عندهم حاجه يعني المفروض ما نقولهاش يعني، احنا من طبقه وهم من طبقه، المفروض ما نقولوش ليه، انا اكون مسير ولست مخير. طبعا كل الكلام ده لازم نستحمله من اجل اننا نقعد مع الخمس دقائق اللي هنقعدها او السبع دقائق اللي هنقعدهم ونروح. بعد ما سجلوا الاسامي موجودة فتره طويله قدام على ما ندخله في مكان، طبعا يعني مش عايزين نقول ما مرش عليه مكنسه قبل كده، كان معفن والمعامله بتبقى وحشه جدا وبالذات مع الحريم، يعني بيحاولوا ان هم يذلونا بس. واحنا داخلين طبعا جوه بنغيبوا كتير على احنا بنشوفهم، بيعاملوا الجنائيين احسن مننا وبيبقوا مضطهديننا ومضطهدين الاطفال الصغيره، ولما بيطلعوا عشان يزورونا فبيبقى الوقت صغير جدا لينا احنا، فالجنائيين بيبقوا اكتر مننا، احنا بنطلعهم قبل الجنائيين ما يدخلوا، بنطلعوا على طول، وبيبقى الكلام معاهم محدود، بيبقوا مراقبين المكان بحيث ان احنا اصلا ما نعرفوش نقول له اي حاجه او هو يقول لنا حاجه، بيبقوا واقفين معانا بيزوروا معانا في الزياره يعني، احنا بنبقوا واقفين ما بنقعدوش كمان لان زحمه كتير وناس كتير محبوسه هناك، فبيبقوا واقفين ويانا ما نعرفوش حتى نقول له اي حاجه حصلت او كده، ما بنعرفوش نتكلموا معاه، بيبقوا بيزوروا معانا في نفس المكان، وربنا يصلح حال البلد. اول ما بنخش تفتيش الاكل بنبدا بيوزعونا كده على العساكر، كل 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 زياره بتروح على عسكري يفتش، طبعا بيمسكونا يزجونا وبهدلونا في الدخول، ووقفوا هنا ما توقفوش هنا وبهدله. بعد كده بنبدا نعرض الزياره على العسكري ده، فهو بينقي الحاجات اللي هو عايزها، اغلبيه الزياره بيركنها كده يقول لازم ان هي تستشير فيها الظابط، فبنقعد نستنى رئيس المباحث برضه فتره معاناه تانية، وبعد كده بيجي الظابط فبيقول ايه الاكل مثلا واخدين عيش اللي هو الكبير المخبوز ده، يقول لي هاتوا صغير ويرجعوا ده، ناخده نرجعوه تاني زياره نودوا العيش الصغير يقول لا هاتوا كبير، المره دي رز لا هاتوا مكرونه، هاتوا المحشي بلاش، الكفته بلاش، ممكن بياخدوا من حد تاني جنبي يقول طب يا حضره الظابط ما انت لسه واخده من زياره تانية، اقول مالكيش فيه اللي انا بنقول لك عليه تسمعيه. وطبعا اغلبيه الزياره بنرجع بيها سفر طويل، بنرجع بيها بتخسر وبتكلفنا مصاريف وبتكلفنا كده وبتخسر، ونرجع تاني نعمل اللي هو قال عليه، فبيرجع تاني زياره، الزياره التانيه يرجعه برضه يقول لك ما بناخدوش ما ناخدش دي، نقول له طب انت كنت قلت لي الزياره اللي فاتت هتكذي، يقول لا اللي انا بنسمعه تقول ايه تعمليه، اللي انا بقول له تسمعيه، ما فيش حاجه اسمها
كل مره كده بوضع مختلف يعني. بعد ما بنفتش زياره الاكل بنروح للتفتيش الذاتي، فبندخل عند في 3 ستات بيبداوا يشدونا كده ويحطوا ضوء في اماكن حساسه في جسمنا، يعني مسابه التحرش زي التحرش كده، ويقعدوا بنقول لها ما فيش حاجه هنا، ما نحطش حاجه هنا، تقول لا لازم، وتقعد تمسك كده جسمنا وفي اماكن حساسه في جسمنا من غير برضو بطريقه برضو مش كويسه. ولو طلعت مثلا جبت البنت تشرب ولا حاجه تيجي ترجعني تاني تعيد معايا نفس الموال تاني، تفتشني نفس الموال تاني. اول ما نشوفه طبعا بيسالني على الاولاد واخبار البيت ماشي ازاي، لانه هو اصلا يتيم ملش والده متوفي، وهو يعتبر هو كبير المنزل ما فيش غيره، هو راجل غير موجود في البيت اللي هو، فبيسالني وليه محل وكده، فبيسالني عنه وعامل ايه، ومنجاوب عليه من الحمد لله ربنا ميسر كل الحال والاولاد كويسين، وبيبقى كل اهتمامه باولاده، لان في طفل اتولد وهو مش موجود عنده 5 شهور، فدايما الأسئلة بتبقى عليه هو وهو عامل ايه وكده، هو الكلمتين اللي بنقولهم وخلاص، فبينتهي وقت الزيارة. طبعا اول ما بخش عليه بنساله ايه اللي بيحصل، يعني ايه يا محمد ايه كده، وتعال الفرصه عشان نتكلم معاه، احنا نتكلم معاه تقريبا يعني عايز ناخد من وقته دقيقه، لان انا معايا كمان 2، معايا زوجته ومعايا اخته، لو كل واحد اتكلم معاه 5 دقائق خلاص ما حد مننا مش متكلم. ايه يا محمد المعامله؟ طبعا الاكل انا ما فيش الاكل، الاكل اللي احنا بنوديه زيارات هو اللي بياكل منه، اما اكلهم هم تقريبا على الجد، يعني ما زي ما تقول ما لا يسمن ولا يغني من جوع. ف طبعا محمد ايه في العجاله المعامله، محمد طبعا قال لي المعامله دي سجن، يعني وسجن ديت قيس انت عليها واعرف عليها، فخلاص ما عشان اخته علشان زوجته مش عايزين نفصح قدامهم. ايه اللي بيحصل لمحمد؟ اول ما بيطلع علينا ساعه ما بيسمحوا له، بيقفلوا بيفتحوا له الباب ويسمحوا له يطلع علينا، بيسالنا على احوالنا وعاملين ايه وانا كويس ويطمنوا عليا، بيحب يطمنا يعني، وبيبقى هو اصلا تعبان وعنده زياده كهرباء، وكانوا بيمنعوا العلاج عنه دايما، وبيجي له نوبات صرع وبينتقل المستشفى عليه على الاساس دي، فاصحابه هم اللي بيقولوا لنا عليه ان هو حصل له نوبات صرع وانتقل المستشفى، هم بيحب دايما يطمنا ويحب دايما يطمنا عليه، لكن اصحابه اللي هم معاه بيقولوا لنا ده كان تعبان، ده والمحاميين برضه ده كان محجوز في المستشفى، ده هو برضه هو بيحب يمسك نفسه قدامنا ويتظاهر بالشجاعه يعني، مع ان هناك اللي احنا شايفين المنظر منظر وحش يعني، ما يليقش بمعامله البني ادمين السجن اللي هم قاعدين فيه. رسالة اللي اعتقلوه، الله يسامحهم اللي هم عملوه، بهدلونا وبهدلوا البلد بحالها وبهدلوا الشباب، فوالله العظيم يعني الحال اللي احنا فيه ده ما يرضى اي حد، لا يرضى مسلم ولا يرضى كافر، وربنا هينتقم منهم بإذن الله. وهم اعتقلوه من غير اي ما يعمل اي حاجة، هو كان في المستشفى عند صاحبه وخدوه من المستشفى ظلم، وخدوا رغم ان صاحبه اصلا كان في مشوار في دمنهور والبلطجية ضربوه وبهدلوه وودوه المستشفى، وبعد كده يروح ضابط يتعدى عليهم في المستشفى، أو الدكتور بتاع المستشفى أصلا دكتور مش محترم لمهنته، وربنا يسامحه بقى وبس. بوجه رسالة للضابط داخلية أو كان ضابط جيش أو كان أمين شرطة اللي اعتقلوهم من المستشفى، أول كلمة هنقولها له أن يتقي الله في كل أخ مسلم، كل أخ مصري، لو احنا هنتكلم عن الوطنية وعن كل أخ مصري، إزاي يعتقل أخ من اللي رايح يجيب أخوه تعبان من المستشفى بدون وجه حق، وقبل ما ينفذ الأوامر يستفتي قلبه ويتجه لله سبحانه وتعالى هو بيعمل الصح ولا بيعمل الخطأ؟ ده بالنسبة للأخ اللي اعتقله، إذا كان هيسمعني أو اهله هيسمعوني او هو بنفسه للي بيعتقل كل المعتقلين اللي خدوهم من المستشفى او من الشارع او من البيت بدون وجه حق، يتقي الله في وطنيته وفي دينه، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحملنا بلدنا ونعيش في امان ونعيش في استقرار ونعيش في حب مع بعضنا. لكن رغم ان هو طول ما هو بيفرق بيني وبينه او بين الاخ المعتقل وبين الاخ الثاني، عمرنا ما هنعيش في امان، هنعيش في خوف وهنعيش في رعب وهنعيش في كده. دي رساله بنوجهها لكل ضابط شرطه او كل ضابط جيش
بيحاول يعتقل اي اخ من الشارع او من البيت او من المستشفى. يعني تخيل واحد اعزل مصاب مضروب بيموت واخوه رايح يجيبه او صاحبه رايح يجيبه يعتقل. طب يعتقل ليه؟ دي الرساله اللي بنوجهها لكل ضابط في الجيش او في الداخليه، لان الجيش دلوقتي اصبح في الشارع، فبنوجهها له ان بيعمل نفس اللي بيعمله ضابط الداخليه، فانا بنوجه له الرساله دي. انا بنوجه رساله للنيابه اللي بترفض الاستئناف الصحي، لان محمد عنده زياده كهرباء على مخه، كل الاشعه وكل التحاليل بتثبت كده، وبيجي له نوبات صرع دايما، وقدمنا كذا مره استئناف صحي وارتفض، مش عارف عليه هم بيرفضوه. المفروض يطلع الانسان مريض وتعبان مش مستحمل السجن والكتمه وديت والحر، المفروض كانوا يطلعوه. انا بنقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. نقول للنيابة بقى اللي بترفض الاستئناف، ودي النيابة دي العدل، مكتوب فوق وفوق راسه بالظبط: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يطبق الآية ديت ويطبق القانون فعلا ولا سيس القانون، ويشوف التهم ما ليش دعوة يعني لما يعرف إن بني آدم مقبوض عليهم من المستشفى يبقى ما معاش سلاح، يبقى معاش متفجرات، يبقى ما خربش، يبقى حتى الناس اللي هي او المعتقلين اللي هم تظاهروا تظاهر سلمي معاش اعزل. نقول للنائب العام ونقول للنيابه ونقول للقاضي ان يحكم بالعدل ويتقي الله سبحانه وتعالى. هنا المحور، لو طبقنا العدل بين الظلم والعدل هنعيش في امان، لكن لو علينا الظلم عن العدل عمرنا ما هنعيش في امان. واحنا عارفين طرق العدل حتى من القران، بعيدا عن القانون اللي احنا خدنا رتوش منه، القانون الفرنسي، القانون اللي بيحكمنا ده قانون فرنسي، هم خدوا الصح يسيبوا لنا الخطا اللي ما زلنا احنا في مصر بنحكم بيه، ومع ذلك ما بطبقوش الرتوش دي. فانا بنقول له بنوجه له رساله ان شاء الله ان يرفع فوق دماغه كده فوق وكده وراه، وانا باصص في المحكمه: واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل يحكم بالعدل. قول لمحمد انت باذن الله ازمه وهتعدي، والحمد لله ان ربنا اختار لك المكان ده افضل مكان قعد فيه سيدنا يوسف عليه السلام، وان شاء الله وباذن الله ربنا هيفك اسرك وهيردك لبيتك، وهتفتكر الايام دي هتبقى بالنسبه لك اجمل ايام حياتك، لانك انت قعدت مع ناس محترمين وكنت اقرب الى الله فيه، وربنا يعينك على دعوتك وينصر الحاج باذن الله، ربنا هينصر الحاج وبإذن الله ترجع لبيتك وأولادك. احنا نقول له اصبر واثبت وانت على الحق، وانت طول عمرك بتكلمنا بتحسنا على الجهاد، وعلى واللي انت فيه ده جهاد، وده ونقول له اصبر على والصبر، النصر صبر ساعه والنصر قريب جدا ان شاء الله، وربنا مش هيضيع كل اللي بتعمله ده ولا هيضيع كل تعبك ده على الارض، ويحتسب ويصبر ويحتسب. ونوجه رسالة بقى لمحمد ابن أختي، وأنا حماه ومربيه بمثابة أب وكل المعتقلين. محمد بنقول له إن شاء الله طول ما أنت مظلوم فأنت إيه؟ تفضل ثابت وما تخافش، لأن الخوف ده بيولد الحياة النفسية بعيدة ويسبب الأمراض وبيسبب كل حاجة. ولكن طالما فيه ربنا سبحانه وتعالى بنوجه له رسالة من هنا هو وكل الإخوة المعتقلين، إنه يثبت وما يخافش، وفرج ربنا بإذن الله قريب، وبإذن الله يعيش في وسطنا ويعيش أحلى مما كان.